فاضل بس يناظر مناظرة عجيبة للنساء، مناظرة سيئة وملحوظة، ويشتغل في محل نساء. جيت قلت له يا فلان أنت تناظر؟ قال لا ماني بناظر. قلت أقول لك تناظر لا تقدر تضحك علي، لكن تبي العلاج ولا ما تبي علاج؟ مية بأمر الله يقطعك. قال لي وخر عني النظر. قال والله يا أخي إني مبتلى به، الشيطان لعب علي. قلت طيب تبي؟ قال وش هو؟ قلت شوف ناظر على كيفك، بس بعد كل مناظرة رح توضى وصر ركعتين. قال دي كثيرة. قلت أقول لك النار ولا الجنة؟ قال الله ولا بالجنة. قلت ركعتين والله الشيطان بيغض بصرك. قال لي طيب. قلت كلمني بعد شهر، ركعتين وسيعينك ربي، ركعتين وسيقهر الشيطان. في الركعتين الأولى ذي هي على طول خذ الإبرة يحترق الشيطان. المهم بعد شهر كلمته قلت له ها كان أخبار؟ قاعد يضحك. قلت ليش؟ قال والله يا دكتور الأسبوع الأول 10 تسليمات، 8 تسليمات، 10 تسليمات. قلت والثاني؟ قال 5. قلت والثالث؟ قال 2. قال قلت هالحين أسبوع؟ قال 1. قلت طيب كلمني بعد أسبوعين. قال طيب. ما كلمني، كلمت أنا. قال يا دكتور والله انقلها عني، إني إذا جيت بناظر قال لي في شيء يقول لي فيها صلاة فيها وضوء، لا تناظر الله يقلعك، لا تناظر. ما يقدر، من اللي يمنعه؟ الشيطان. ليش؟ لأنه بيغفر له ما تقدم من ذنبه. الشيطان يقول لي، يقول والله أنا بعدين تسلط على المحل قال لي تقعد في الاستقبال، أنا اللي أقول الحرمة تفضلي هذا الكرت ادخلي. قلت طيب ما تناظر؟ قال لا والله أول ما أرفع نظري أرفع بناظر يقول لي الشيطان وين 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 في وضوء في الصلاة، بس يقعد يقول خلاص انقطع.